قلتي لما ايش بنسوي؟ ولا شيء، خلكم بمكانكم، انا بطل الباب. خير يا مبارك. تعالي باسمه. من هو اللي مد ايده على باسمه علشان اكسرها؟ تنكسر ايد اللي مد ايده على بناتي. تعديني؟ ريال طول بعرضي تتهجم على بناتي، ومرتك هي العائله. حرام عليك امينه، بناتك هم اللي قتلوني، حتى رجل بنتك هجم علي. انت تعرف تربيه بناتي زين، وبعدين عيب، عيب عليكم، فضحتونا قدام نسيبي. عمي انا ما احب اتدخل بسوالف الحريم، بس كلام عمتي عدل، ترى مرتك هي اللي دشت علينا وتهجمت على البنات. محمد انت مالك شغل، لا تتدخل، ابلع لسانك. انا ناطرك بالسياره. لحظه محمد، دقيقه محمد انطر دقيقه. انا اللي طقيت باسمه، مستعده اكسر راسها بعد. تدري ليش يبا؟ لانك مستعد تدوس على راسنا كلنا بس عشان ترضيها. شاب تسلم ايدك يبا. ارتحتي؟ ارتحتي الحين؟ يلا مشينا. لحظة، في كلمة بقولها حق باسمة. قولي. ترى الحوبة تبطي بس ما تخطي. محمد ولي عافيك، خلاص لا تزعل. بعدين شنو، انت ما تعرف سوالف ابوي يعني؟ لا ما اعرفه، ايش عرفني بابوك انا؟ انا توني ماخذك، ايش دراني مشاكلكم مشاكل اهلك؟ انا لو ادري اصلا ان انت كذي. زين خلاص ولي عافيك، لا تعصب، انسحب وجهي. انكسر قلبه، تفشلت قدام محمد. ما كانت تبي يشوف شلون مبارك مستعد يبيع كل شيء علشان باسمه.